أهلا بكم. قراءة كارثية، قراءة كارثية وسوء تخبط كبير وسوء إدارة غريب من يونس محمود. مش بالضرورة إن أنت تكون لاعب كرة قدم ناجح إن أنت تكون إداري ناجح، لا، وارد جدا تكون إداري فاشل. يونس محمود عربية نقل محملة علامات استفهام، شيء غريب، كل القرارات مش في مصلحة المنتخب على الإطلاق. فرق شاسع، فرق شاسع من عملاق الرياضة العراقية أبو حيدر عدنان درجال. قرار عظيم لا علاقة على الإطلاق، صرح وقال من يومين لا علاقة على الإطلاق بنتائج خيسوس كاساس مع منتخب العراق في تصفيات كاس عالم بإقالة خيسوس كاساس. لا، ده الراجل باقي رغم أي نتائج، بيشيل الضغط، بيشيل الضغط بذكاء وبيحرر الراجل وبيقول له اشتغل بمنتهى الأريحية والحرية. شابوه عدنان درجال، راجل وطني بيمتلك طموحات بعيدة المنال، فاهم، راجل واعي ومثقف لأبعد درجة ممكنة. يونس محمود خليك جنب الحيطة، خليك جنب الحيطة والنبي علشان المنتخب إن شاء الله يصل للمونديال، ولا أقولك خليك جوه الحيطة يا حبيبي، شيء غريب للغاية لأبعد درجة ممكنة. كل الدعم لخيسوس كاساس، كل الدعم لعدنان درجال. ما ينفعش يونس محمود تقول ان احنا محتاجين مشرف فني او مستشار فني ومحتاجين او حاجة تانية اللي هو مساعد للراجل ويكون محلي، ده شيء غريب للغاية ان انت بتدخله عنصر جديد في الكادر التدريبي كأنك بتقوله انا بطفشك بالذوق وبالطريقة، ده ما يرضيش ربنا. عموما ان شاء الله خيرا بمشيئة الرحمن، كاساس قادر على التأهل للمونديال دون أدنى شك، وأنا أقول لك بالبلدي العراق في كأس عالم، العراق في كأس عالم، العراق في كأس عالم، يا عم يونس. عموما أنا مش فاهم أنت حابب تيجي تلعب مكان أيمن حسين، أنا مش فاهم إيه الفكرة. عموما خلينا في المفيد. خيسوس كاساس يحتاج فقط لتحسين المنظومة الدفاعية ويحتاج فقط لبعض الحاجات اللي ممكن تكون مشاكل عند الراجل. محتاج تحسين المنظومة الدفاعية، كمان محتاج ان هو يثبت التشكيل، كمان محتاج ان هو يدخل بعض العناصر ويدخل دماء جديدة الفترة الجاية، محتاج في عناصر مش هقولك لا تليق، لا تصلح للفترة الحالية، وفي عناصر لازم ان تخش. عندنا احمد ياسين واحمد فرحان ومحمد قاسم، ده حل كويس للتصويب، سلاح جديد لازم ان يخش ان شاء الله باذن الله. لما يكون عندك اسماء زي كيفن يعقوب والكسندر اوراها وعندك كمان فرانسيس بطرس هتعرف تختار. لما يكون عندك واحد زي بيتر كوركيس ده خلاص، عدنان درجال بيعمل حاجات محترمه بجد، بيخلص ورق الراجل اللي قالك اتمنى تمثيل العراق رسميا وعنده الجنسيه استكمال الاوراق فقط، شيء عظيم للغايه. احب اقول لك وباختصار شديد للغايه، مع عوده زيدان اقبال ده المرونه والدقه والتوافق وكل عناصر اللياقه البدنيه، ومع عوده علي الحمادي ودانييلو السعيد هتبدا ان شاء الله الملامح تكتمل، ومع استبعاد، وقبل ما اقول لك الاستبعاد لازم اقول لك ان انت عندك كواليتي لعيبه مرعب في الخط الامامي. عندك ايمن حسين ده لدغه الافعى عن جهاز التعبير، ده مهاجم كلاسيكي اصيل، ده بيتعامل مع اي سياق سواء ارضي او هوائي، فينشر محترم بجد، حاجه فوق الخيال. ايمن حسين شابوه من الاعماق، هدفه في الجوله الثالثه والرابعه خلاص بينافس على افضل هدف في الجولتين الثالثه والرابعه، هدف عظيم في ماتش كوريا. عموما هتستبعد بعض العناصر، هتستبعد علي فايز ومصطفى سعدون، هتستبعد مثلا لو هتستبعد سعد الناطق مناف يونس زايد تحسين لؤي العاني امجد عطوان، هتستبعد صفاء هادي، وعندك في الخط الامامي مهند علي، بعض العناصر ممكن تستبعد منها ناس وهتدخل ناس جديده. انا اتمنى ادم طالب يلعب كقلب دفاع وتدخله في القايمه ان شاء الله الفتره الجايه، مدافع محترم وقلب دفاع محترم بجد ان شاء الله باذن الله. سيبه خيسوس كاساس يشتغل وان شاء الله العراق في كاس عالم. المنتخب العراقي منتخب محترم بجد، على ارض الملعب على الورق هو اللي الافضليه في ماتش الاردن دون ادنى شك، التاريخ بيصب في مصلحته، ولكن كره القدم لا تعترف الا بالجهد والعرق مع منتخب محترم بجد، منتخب النشامه، منتخب منظم جدا دفاعيا لابعد درجه ممكنه، ولكن التاريخ بيصب في مصلحه منتخب العراق اللي لعب 48 ماتش فاز 28، ومنتخب الأردن فاز في 8 ماتشات فقط، فارق 20 انتصار كاملين لمنتخب العراق. المنتخب العراقي منتخب مضياف وكريم ومعطاء لأبعد درجة ممكنة، منتخب محترم بيوفر دلوقتي 5000 تذكرة للمنتخب الأردني الشقيق، ماتش كرة قدم بين أشقاء بين دولتين عربيين محترمين لأبعد درجة ممكنة، لا الماتش نطاق التسعين فقط، ماتش كرة لا أكتر ولا أقل.
كل الدعم ان شاء الله باذن الله لخيسوس كاساس، مدرب محترم بجد، عدنان درجال قراراته محترمه وصائبه لابعد درجه ممكنه. المنتخب العراقي والشعب العراقي الذواق شعب كريم جدا، شعب محترم جدا، الماتش في بلد امن جدا لابعد درجه ممكنه. كل الدعم ان شاء الله باذن الله للاشقاء، كل الدعم باذن الله ان احنا نشوف ماتش وجبه كرويه دسمه. الماتش لسه بدري عليه قوي، مش عايزين الشحن الجماهيري اللي ملوش اي لازمه ولا قيمه على الاطلاق. مفيش اي حاجه وما تسمعوش لاي حاجه، الصمت من اجل اسود الرافضين. من وجهه نظر الشخصيه ماتش هيبقى محترم جدا، وجبه دسمه جدا، وتصريحات جمال السلامه انه بيلعب وسط الجماهير وحابب كده دي حاجه حلوه قوي. جمال السلامه مدرب محترم جدا، ومنتخب الاردن منتخب محترم ومنظم لابعد درجه ممكنه، وهنشوف ماتش كروي بين الاشقاء العرب فقط في كره القدم. الفائز مليون مبروك من الأعماق، والخسر هارد لك من الأعماق. نحيي بعض يا شباب، دي ماتش كرة وكلنا عارفين كده، وما نسمعش للآراء السلبية، ما نسمعش للكلام التشاؤمي، ما نسمعش للشحن الجماهيري الزائد اللي ملوش أي قيمة على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. خيسوس كاساس من وجهة نظر الشخصية محتاج معسكر مغلق قبل ماتش الأردن بعشر أيام، محتاج يثبت التشكيل، محتاج يحسن المنظومة الدفاعية. الراجل أنا واثق مليون في المية إن شاء الله العراق في كأس عالم دون أدنى شك. يونس محمود محتاج يركن شوية، عدنان درجال عايزين خيسوس كاساس وكادره التدريبي خط احمر زي ما انت ماشي يا بطل. عدنان درجال راجل عظيم، من وجهه نظر الشخصيه ما فيش ولا واحد عراقي يتمنى ان يدخل مستشار فني على التيم، ولا واحد عراقي يتمنى ان يدخل مساعد لخيسوس كاساس. الناس بتشتغل صح، الناس ماشيه صح، لازم ندعم الناس بمشيئه الرحمن. هيبقى في حلقه فنيه طحن من الاخر، ضرب نار ضرب نار، حلقه فنيه محترمه تكتيكيا، وجبه دسمه لدى نقاط القوه والضعف لدى كل من العراق والاردن في ماتش 14 نوفمبر. قبل الماتش ان شاء الله بكام يوم هنزل حلقه تكتيكيه على نقاط القوه والضعف وكل العناصر في التيم، ونقاط القوة عند جمال السلامة، ونفس الكلام عند خيسوس كاساس موجب طريقة اللعب. إن شاء الله أتمنى أنها تنال إعجابكم إن شاء الله بمشيئة الرحمن. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إن عجبكم الفيديو. حبايب قلبي دمتم في أمان الله.